مشاهدينا الكرام مرحبا بكم وصباحكم مبروك، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا باحسن الاحوال يا رب. اليوم من خلال هذا البث المباشر غادي نقدمكم في جوله في اهم شوارع واحياء مدينه الدار البيضاء. مرحبا بكم فيما كنتو، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وتكونوا باحسن الاحوال وبصحه جيده يا رب. طقس بارد بمدينه الدار البيضاء كما كنقولوا، فالصميقلي او البرد القارص كتعرفوا مدينه الدار البيضاء كما باقي المدن المغربيه. مرحبا بكم ومرحبا بتعليقاتكم. حنا في منطقه او نواحي ديال سوق درب عمر، واحد من اكبر واهم الاسواق بمدينه الدار البيضاء وعلى مقربه من مركز المدينه. اللهم لك الحمد اخويا حفيظ، الله يسول فيك الخير. مهدي صباحك مبروك اخويا بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتي، وسنه تكون يا رب سنه افراح ومسرات عليكم كاملين. نقرا كومنتير ديال محمد بوعلام كيقول يا صباح النور تحياتي من جنوب المانيا، مرحبا بك. جود حبي كيقول عشقي الدار البيضاء، مرحبا لالا مرحبا، نهارك مبروك ان شاء الله تكوني احسن الاحوال. فاحنا اليوم كنتوالدوا بسوق درب عمر، واحد من اهم واكبر الاسواق بمدينه الدار البيضاء. مرحبا بيترو بادر مرحبا، واحد تحيه من سي حسن النايم، تحياتي لك حفيظ حفيظ، نتمنى ان شاء الله تكون على خير وبخير وبصحة جيدة. فاحنا من خلال هذه الجولة اللي كنقربكم منها في درب عمر غادي نشوفوا الجو في أول ويكاند في سنة 2021. عرفتي الإخوان ما عرفتش علاش باقي فمي كيقول 2020، باقي ما كنقولش 2021، زعما فيما كنبغي نطقها كنقول 20 في بلاصة اوليو دو ديغ 2021 كنقولو 2020، يمكن باقي ما تعودناش عليها. إذا المشاهدين الكرام حنا كنتوالدو بمنطقة درب عمر، واحد من أكبر الأسواق، نتمنى إن شاء الله تكون وكاملين بصحة جيدة يا رب. تحياتي لك أخي الفاضل من الناظور، تحياتي لك إلياس زيروه، إلياس زيروه تحياتي لك إلياس سمية العزيزة، نهارك مبروك بكل ما تمنيت يا ربي. نعمة كتقول أمطار غزيرة في هذه اللحظات في منطقة سيدي رحال الشاطئ، أكيد فالجو بارد، عرفتي كاين واحد البرد يا الإخوان، تسلحوا للبرد، الله يرحم الوالدين، الناس اللي خارجين على برا واللي مضطرين أنهم يخرجوا يلبسوا مزيان، الله يحسن عوان الناس اللي كتخدم برا، الله يحسن عوان الناس اللي عندهم المهن البسيطة، والناس اللي كيدفعوا بشكل الكروسات الحمالة، الناس اللي كيبيعوا يشريوا في الشارع العام، فالله يكون معاهم والله يقويهم. عرفتي واحد البرد، لا إله إلا الله، نحمد الله على هذا الجو، والله يلطف بنا، والله يعطينا الشتا على قد النفع يا رب. سفيان بن الحاج كيقول تحياتي لك من تاونات، تحية كبيرة للناس تاونات، ناس الكرماء وناس الجود والعطاء، تحياتي لكم المغاربة فيما كانوا. تحياتي لك عبد الغزيرة في الصويرة، تحياتي للناس الصويرة. سفيان زاكومي كيقولوا حبوا الدار البيضاء، و تحياتي لكم بخالص الشكر والتقدير. فاطمة الزهراء كيقول تحياتي على ولا عداء للحاقدين، الله يكبر فيك اختي فاطمة الزهراء. هند ام الولدين كتقول السلام عليكم، داو معايا ربي فريجة عليا هاد الشتا اللي كطلب يا رب حق هاد الغيث اللي كتنزل، الطف بعبادك وارحمنا وسهل امورنا واعطينا منوينا بخاطرنا يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب في مطلع سنة 2021 يكون نهاية لهذا الوباء اللعين وفرح ومسرات لكل المغاربة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حتى لهنايا ما بقى لي غير نقول لكم اللايف ديالنا وصل النهاية ديالو، كنضر لكم موعد جديد في لايف آخر مدينة الدار البيضاء وباقي المدن مع زملائي صحفيين جميع أرجاء المملكة. كان معكم علاء،
نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وصباحكم مبروك وبقوا معنا تغطياتنا ولايفاتنا مازال متواصله. السلام عليكم، تحيه لزميلي زكريا الصحيوي اللي رافقني في هذا اللايف هذا، نهاركم مبروك.